بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله يتقبل منا ومنكم هذا العيد المبارك وهذا الصيام المبارك وهذا الشهر الكريم. نسأل الله يعود علينا باليمن واليمان والأمن والأمان بالنسبة للبلاد والعباد. نسأل الله ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونحييك أخينا محمد، بارك الله فيك على هالاستضافة، والأخانا فرج وكذلك المشاهدين. كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير وفي هنا وراحة وفكاك مما غلنا به المجرمون. نسأل الله الخلاص منهم عاجلا غير أجل، اللهم أمين، ونصرة الإسلام والمسلمين. طبعا الحمد لله، يعني الإنسان كما قال سيدنا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه المقولة سبحان الله، يعني قالت في الاستعباد البشر للبشر أو الإنسان لأخيه الإنسان. فللعيد فرحة عجيبة، وحتى ولو كان في السجن، صرف النظر على أغلال السجن وقيوده وظلمته. طيب بداية سيد جمعة، كيف كان، ما هو سبب سجنك وكم أمضيت في السجن؟ والله هو كما معروف عادة حرب على الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، من بينه ليبيا أيام الطاغية السابق القذافي، كان حرب على الإسلام شعواء، يعني على المساجد وعلى الالتزام وعلى المتدينين وأشياء كيف ما حصلت أول الآن، يعني نفس الكرة عاودت من جديد. فكانت حملة من حملات النظام، وفي نفس الوقت كان حرب للحجاب والأشياء هذين، كانت في الثمانينات، بداية الثمانينات، في أي سنة كانت؟ منتصف الثمانينات ديما، في بالنسبة للسجن في 89. يعني كم أمضيت في السجن؟ 15 عاماً. نعم 15 سنة، يعني 15 سنة في السجن، يعني نعم تقريبا نقول 15 عيد مروا عليك في بالضبط، تقدر تقول هيك يعني. نعم، ايوه ايوه.